نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. الرئاسي المقترح يتحاشى ذكر ميليشيات الكرامة بالإسم في بيانه بشأن التصعيد بمنطقة صدادة. عقب الاتفاق على إعادة فتح حقل الشرارة النفطي، حراك غضب فزان يؤكد عدم انسحابه لحين تنفيذ مطالبهما. وكوريا الجنوبية تطالب الحكومة المقترحة بالمساعدة في الإفراج عن العمال المختطفين بالجنوب الليبي منذ يونيو الماضي. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. دان المجلس الرئاسي المقترح التصعيد العسكري في منطقة سدادة، مؤكدا رفضه لما أسماه بالتجاوز والاستفزاز غير المبرر الذي قد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف. الرئاسي وفي بيان تحاشى فيه ذكرى ميليشيات الكرامة بالاسم، أكد بأنه يسعى إلى توحيد الصفوف وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة والوقف الفوري للعمليات العسكرية وحقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن بحسب. وفي أثناء ذلك أكدت مصادر محلية للنبأ انسحاب ميليشيات الكرامة من قلعة استادة بعد أن سيطرت عليها الأربعاء. وكان القيادي بالمنطقة العسكرية الوسطى محمد خليل عيسى طالب الميليشيات بالانسحاب مهددا بالتدخل العسكري. هذا وأفاد مراسل النبأ في مصراتة بأن المنطقة العسكرية الوسطى شكلت قوة لتأمين حدود المنطقة. كانت مصادر للنبأ أكدت أن ميليشيات الكرامة تقدمت لبلدة جرزة جنوب زدادة بقرابة 200 آلية عسكرية معهم مسلحون أفارقة و30 سيارة تابعة لميليشيات طارق بن زياد. في السياق ذاته أكدت مصادر محلية للنبأ انسحاب ميليشيات الكرامة من قلعة زدادة بعد أن سيطرت عليها مساء الأربعاء. وكانت مصادر للنبأ أكدت أن ميليشيات الكرامة تقدمت لبلدة جرزة جنوب زدادة بقرابة 200 آلية عسكرية. بعد أيام من التوغل في منطقة بونجيم ثم الانسحاب، عادت قوات ميليشيات الكرامة الأربعاء لتذهب مسافات أخرى أبعد من بونجيم، حيث وصلت إلى قلعة سدادة بعد أن عززت قوتها بمسلحين أفارقة ودخلوا بلدة كرزة جنوب سدادة بأكثر من 200 سيارة عسكرية. لا أحد يعلم بالضبط كنه الرسائل التي تبعثها ميليشيات الكرامة، وهي تسمح لكتيبة من ميليشيا طارق بن زياد ومن المرتزقة بالتوغل كل هذه المساحات في مناطق يفترض أنها بعيدة عن سيطرتها. قاعدين يا أخو الجد نحن، هذه شو اللي قدامنا هذه؟ طريق مصرات. ها؟ بيننا وبين مصرات 20 كيلو. وين يا عبودة؟ بيننا وبين مصرات 120 كيلو. 120 كيلو. قلت قاعدين فاهم؟ قاعدين في الهيشة، وهذه الهيشة. القصة تعود لأسبوع مضى. بدأت بسيطرة ميليشيات 128 وطارق بن زياد التابعتين لميليشيات الكرامة على منطقة أبو نجيم الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب سرت لساعات قبل أن تنسحب منها، خطوة رآها مراقبون أنها كانت لجس نبض قوات البنيان المرصوص والمجلس الرئاسي المقترح الذي يبدو أنه اتخذ من الصمت نهجا يسير عليه كلما لزم الأمر لمواقف حاسمة أو تعلق بضرورة إدانة ميليشيات الكرامة ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار. فقد تفتح هذه الخطوة حربا في ظل الاستفزاز الذي ترتكبه قوات حفتر كل يوم. هذا وقال أحد أعيان مدينة مصراتة وحكمائها مصطفى مازغ في مداخلة سابقة مع النبأ
إن خليفة حفتر وميليشياته يهدفون إلى خلق الفتنة بين القبائل والمدن الليبية، مستبعدا إمكانية حفتر وقدرته على الدخول في حرب مع مدينة مصراتة. اليوم السي حفتر هدايا بعت لنا يعني شباب متهوره داخل حدود المنطقه الوسطى يستفزوا في اهل المدينه. يعني شو معناها؟ معناها الرجل هذا ما يبيش مصالح، هذا يبي الفتنه بين القبائل، يبي التناحر بين القبائل. ما يقدرش، لا 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 لا، سووا عليه مصراته دحيه غليظه عليه وصعبه عليه بالنسبه لمصراته. جربها القدافي قبله، هو ابن القدافي هذا حفتر هذا. جربها قبله ما قدرش يخش لها بالاعتاد نتاع بالمرتزقه نتاعها، ما قدرش يدخل لها. عنده 11000 قتيل من المرتزقه ومن جيشه اللي يعدوا فيه قداش. ونرصد في التقرير التالي مشاهدينا اهم تحركات ميليشيات الكرامه بالمنطقه الوسطى خلال هذا الاسبوع، والتي انتهت بالانسحاب من منطقه ازداده. تحركات غريبة تنفذها ميليشيات الكرامة بالمنطقة الوسطى منذ ما يقارب الأسبوع، بررتها بملاحقة مجموعة مسلحة بعد رصد تحركات لها جنوب غرب سرت عند منطقة بونجيم تحديدا. توغلت قوات ميليشيا 106 وكتيبة طارق بن زياد المدخلية ب200 سيارة مسلحة مدعومة بمرتزقة العدل والمساواة السودانية في تحركات قيل إنها استطلاعية قبل أن تنسحب. التوغلات تكررت بعد يومين قبل انسحابها مجددا إلى مناطق تمركزها بوادي اللود. 3 تحشيدات للميليشيا بمنطقة الشويرف جنوب سدادة، لتتقدم ميليشيات الكرامة نحو سدادة مرورا بمنطقة جرزة جنوب بني وليد، وتتمكن من دخول قلعة سدادة لتصبح على بعد 130 كيلومترا من مصراتة. التحركات الأخيرة لميليشيات الكرامة خارج دائرة المنطقة الشرقية تطرح أسئلة عن دوافع ميليشيات حفتر من التمدد بالمنطقة الوسطى، تداعيات هذه التحركات والدوافع وراءها في سياق هذا التقرير. هذه بوابة المصاريف. قد لا تبدو الاستراتيجية واضحة لتحركات ميليشيات حفتر الأخيرة خارج المنطقة الشرقية، لكن كثيرة هي الدوافع وراء سعي الميليشيا للتمدد خارجها. قلعة سدادة جنوب شرق مصراتة هدف تحركت صوبه ميليشيات حفتر مؤخرا قادمة من الشويرف عبر منطقة جرزة وتوغلت، مستجد جاء عقب توغل آخر مشابه بمنطقة بونجيم جنوب غرب سرت في بداية الأسبوع. مدرعات تابعة لميليشيتي 106 وطارق بن زياد المدخلية المدعومتين بعدد من قوات المعارضة السودانية توغلت بالمنطقة المذكورة وتمركزت لفترة وجيزة قبل أن تنسحب لاحقا. لا أهداف جلية ولا نوايا بشأن تحركات ميليشيات الكرامة، لكن كسب موطئ قدم في المنطقة الوسطى قد يكون العنصر الفارق لها خاصة في هذه الفترة. فالميليشيات بحسب البعض تسعى لتصدير مشاكل داخلية ألمت مؤخرا بالمنطقة الشرقية التي تقع تحت سيطرتها، أهمها الانفلات الأمني الذي تعاظم في الفترة الأخيرة، وأكثر من ذلك ربما إيجاد مساحة أكبر تتخذها الميليشيات حلبة تزيح إليها عناصرها التي بدأت تخرج عن سيطرتها. كما يرجع البعض تحركات حفتر وأتباعه خارج المنطقة الشرقية بالنوايا السياسية للميليشيا، أهمها المحافظة على خطوط للتفاوض معها وفرض دور فعلي يستبق المؤتمر الوطني الجامع. وقد كشفت الأحداث الكثيرة في المنطقة الشرقية أن ما دأبت عليه ميليشيات الكرامة هو صناعة الأزمات للاستفادة منها، فلا ريب أن حفتر ومن ولاه يقتات من دعم الأحلاف الدوليين شريطة فرض تحركات له في ليبيا. زد على ذلك أن الأطراف التي تحركه من الخارج لا ترضى إلا بتحركات فعلية على الأرض ليستمر دعمها بحسب البعض. تقدم وتراجع، توغل ثم انسحاب، يتواصل من خلالها تلاعب ميليشيات حفتر بأمن المنطقة الوسطى. وما يزيد الطين بلة الموقف الصادر عن الرئاسي المقترح تجاه ما يجري، فبعد نحو أسبوع لم تخرج الحكومة المقترحة إلا بورقة بيان تجاهل فيها السراج ذكر حفتر، رغم الدلائل التي تؤكد مسؤولية ميليشياته عما يجري، مكتفيا بدعوة الأطراف إلى التهدئة
ولعل ما يثير الريبة أن المستهدف هذه المرة منطقة سدادة التي يعيد اسمها للأذهان الشرارة التي أعقبت دخول تنظيم الدولة. فإلى ما تسير الأحداث؟ يتساءل مراقبون. أكد ناطق باسم حراك غضب فزان محمد معيقل أن الحراك لن ينسحب كليا من محيط حقل الشرارة النفطية لحين انقضاء الفترة المحددة لتنفيذ المطالب، إلا أنه سمح للموظفين بالعودة إلى العمل بالحقل. أوضح معيقل في تصريح للنبأ أن الرئاسية وعد بتنفيذ المطالب التي قسمت إلى جزئين حسب الأولوية، إذ تم تحديد أسبوع لتنفيذ المطالب الملحة كأزمة السيولة والوقود والمراكز الصحية، فيما أعطيت مهلة 45 يوما بالنسبة للمطالب الأخرى على غرار محطة أبار الغازية. أشار معيقل إلى أن لقاءهما مع سراج لم يتطرق إلى مصير المذكرة الصادرة من النائب العام بحق عدد من قادة الحراك. كان عضو حراك غضب فزان أسامة الوافي قال في وقت سابق إنه تم الاتفاق مع رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج على إعادة فتح حقل الشرارة النفطية. وأضاف الوافي في اتصال هاتفي مع نبأ أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة لمتابعة مطالب حراك غضب فزان ومتابعة تنفيذ البعثة الأممية لمطالب الحراك على أرض الواقع. واذكروا أن السراج وصل إلى حقل الشرارة النفطية صباح اليوم والتقى ممثلين عن حراك غضب فزان، وأتي هذا بعد يوم من لقائه عددا من ممثلي الجنوب الليبي في مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحث خلاله السبل الكفيلة بحلحلة الأزمة الراهنة في المنطقة. المجلس الرئاسي المقترح طلبت كوريا الجنوبية من الحكومة المقترحة المساعدة للإفراج عن العمال الذين اختطفوا في 6 يوليو الماضي. وطلب رئيس وزراء كوريا الجنوبية لين ناكيون من رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج في اتصال هاتفي، طلب منه بالتسريع في عملية إطلاق مواطن كوري وثلاثة عمال فلبينيين مختطفين وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية. أذكر أن 3 مهندسين فلبينيين وكوريا جنوبيا خطفوا في 6 يوليو الماضي في هجوم على مشروع مياه في غرب ليبيا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل.
ترحيل 98 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة عبر مطار زوار الدولي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قام مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين في مدينة زوارة بترحيل 98 مهاجرا غير نظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة. مراسل نبأ أوضح أن جنسيات المهاجرين كان أغلبها من السودان والكاميرون، مضيفا أن من بينهم 6 نساء و5 أطفال. أضاف المراسل أيضا أن الترحيل كان في إطار العودة الطواعية لبلدانهم عن طريق مطار عتيقة قدوما من مطار زوارة. عندنا السودان نقولوا 69 مهاجر من دولة السودان، وعندنا الكاميرون 13، والتوغو 3، والنيجر 2، وبنين 1، وتشاد 8، وغامبيا 1، وليبيريا 1. الإجمالي العدد 98 مهاجر، من بينهم 6 نساء و5 أطفال. بإذن الله حيقوم ترحيلهم اليوم عن طريق مطار زوارة الدولي إلى مطار طرابلس. ضبط قسم البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن بصبراتة خلية متكونة من مجموعة أشخاص يقومون بالإتجار بالقطع الأثرية. وأضافت مديرية أمن صبراتة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن عملية القبض جاءت بعد نصب كمين للعصابة، فيما تزال التحقيقات مستمرة للقبض على باقي الخلية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل خط جنوب وشرق طرابلس جهد 220 كيلو فولت، وذلك بعد تعرضه للانهيار والتخريب نتيجة للاشتباكات التي شهدها جنوب العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية. وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن تنفيذ كافة الأعمال جرى بجهود فنيين ومهندسي شركة المشروعات الكهربائية تحت إشراف إدارة صيانة الجهد الفائق بالشركة. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريغا لتسويق النفط عن وصول قافلة من الشاحنات المحملة بالوقود والغاز إلى مستودع سبها النفطية. وذكرت المؤسسة في بيان تحصلت نبأ على نسخة منه
أن القافلة ضمت 108 شاحنات محملة بحوالي 3000 مليون لتر من بنزين السيارات و1000 مليون لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 5 شاحنات محملة بقرابة 100 طن متري من الغاز المسال. وأضافت المؤسسة الوطنية أن شركة البريغا قامت بالتنسيق مع عمداء البلديات والمجالس البلدية بالجنوب بتحديد وتوزيع الكميات على المحطات الشرعية وغير الوهمية الواردة في القوائم المعلنة وفق نص البيان. رؤية مستقبلية جمعت المؤسسات العاملة بقطاع النفط بمساريه العام والخاص لبحث سبل التعاون المشترك للنهوض بجودة الإنتاج والرفع من مستوى الاقتصاد الوطني. آفاق التعاون والشراكة الخدمية عنوان ورشة عمل أقيمت في طرابلس، نتابع تفاصيلها فيما يلي. رسم طريق المستقبل في مجال الصناعات النفطية وتقديم الحوافز للمستثمرين محليين. رؤية مستقبلية جمعت المؤسسات العاملة بقطاع النفط بمساريه العام والخاص. آفاق التعاون والشراكة الخدمية عنوان ورشة عمل احتضنتها العاصمة طرابلس بحضور عدد من الشركات المحلية والدولية العاملة بسوق النفط لوضع خارطة تضمن إشراك القطاع الخاص في عملية تنفيذ بعض المشاريع النفطية والأعمال الخدمية مكملة. طبعا بالنسبة لعملية الدعم احنا نحتاج لمجموعة تشريعات. كان في الأسبوع السابق اجتماع رسمي مع وزير الاقتصاد وقدمنا له ورقة مذكرة بخصوص بلورة القوانين الأحسن، المشاركة الأجنبي ودعم القطاع الخاص الليبي. الليبيين يمتلكوا الخبرة تفوق 50 سنة في مجال القطاع النفط، وهذا ما أثبت جدارتهم بعد الثورة في 2011. رجع الانتاج النفط الليبي بمعدله 1.6 مليون برميل، وهذا في غياب الشركات الأجنبية، فقط الشركات الليبية. مناقشة الشركات الأجنبية محليا ورسم القرارات واللوائح التي تضمن حقوق المستثمرين بالداخل أبرز المحاور التي تناولتها الورشة وتضمنتها في توصياتها الختامية. الاعتماد على العنصر الوطني والدفع به نحو اكتساب الخبرات داخل مجال النفط من خلال الاحتكاك المباشر مع ذوي الخبرات الدولية والإقليمية عوامل دفعت القطاعين العام والخاص إلى إيجاد أرضية للانطلاق نحو تحسين جودة الأداء داخل أهم القطاعات التي تعتمد عليها الاقتصاد الليبي. حاولت أني نركز على العوائق اللي تقابل الشركات الخاصة الليبية، وبدأت في الدخول في مناقصات تتعلق بالصناعة واللي يتطلب دائما سنين خبرة. وكيف ما كنا نعرفه قبل 2011 شركات خاصة هذه غير موجودة أصلا. والله في خلال هذه الورشة نتمنى أن من توصياتنا إن شاء الله بإذن الله هو دعم القطاع الخاص بالنسبة للقطاع العام، لأن القطاع العام يعتبر القطاع الخاص عمود الفقري له من حيث السرعة في تنفيذ الأعمال، السرعة في المرونة في العمل، نسبة الطاقة الميكانية أو النسبة اللي كان نتكلم على جانب الغاز، أنا جانب النفط، فالحقول النفطية لازم في شركات مدعمة لها وشركات مساندة لها في مجال الخدمات، في مجال السيرفس، في مجال الأعمال الكهرباء، في مجال عدة في التدريب. قطاعا يكتسب أهمية محليا ودوليا ويتطلب شراكة توفر جودة الإنتاج وزيادة حجمه بالقدر الذي يضمن تنفيذ المشاريع التنموية ذات الرؤية المستقبلية. مثل هكذا ملتقيات تعمل على تجسير الهوى بين القطاعين العام والخاص للوقوف على تحديات الحاضر وللتخطيط للمستقبل، ومثل هكذا نشاطات يمكن بها النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد اليوم مع توفير فرص عمل والتنمية المستدامة. حسن البرناوي، قناة النبأ، طرابلس. هذه مشروع مشاهدينا، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئاسي المقترح يتحاشى ذكر ميليشيات الكرامة بالاسم في بيانه بشأن التصعيد بمنطقة ازداد.
عقب الاتفاق على إعادة فتح حقل الشرارة النفطي، حراك غضب فزان يؤكد عدم انسحابه لحين تنفيذ مطالبهما. كوريا الجنوبية تطالب الحكومة المقترحة بالمساعدة في الإفراج عن العمال المختطفين بالجنوب الليبي منذ يونيو الماضي. كما تابعتم أيضا ترحيل 98 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة عبر مطار زوار الدولية. أشكركم مشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.